أنا منال عبد المحسن حسن من منطقة الصقلاوية، زوجة مفقود، لدي 4 أولاد، بنات 2 وولد 2، طلاب مدارس. والله كانت عندي مشكلة بالري، الري كان كلش مشكلة صعبة، يعني أيام الصيف بالذات اللي هنا شهرين تموز وآب عندنا ينقطع المي السيح خلاص. بعد هاي المشاركة بالمشروع الحمد لله استوعبنا أكثر أن المضخات التنقيط والعصفورية هي توفر من المياه، تخلي عندنا خزين مصروف مياه أكثر، فنستفاد منها أكثر إن شاء الله. تعلمت بالتدريب طرق مكافحة التغير المناخي، تعلمت أنا أعتمد على نفسي الحمد لله والشكر، ما أمد إيد لأحد ولا أطلب المساعدة من أحد، وتعلمت إنه المي شلون أخليه يتوفر عندي وبصورة صحيحة، فلازم المي مهما يكون موجود فلازم إحنا نخلي خطة بديلة عن احتياط بالمياه. من خلال التدريب تعرفت على نساء وجوه جديدة، وجوه طيبة، تعاوننا وياهم كأنما صرنا أخوات، التعارف بالحياة حلو، التواصل الاجتماعي هم حلو، والحمد لله والشكر. من خلال مشاركتي ببرنامج منظمة البصيرة العالمية ساهمت بالقراض اللي أنا أريد أشتريها لاحتياجات مالتي، بعدين خليت مبلغ فد معين اشتريت بيه أقنام، اشتريت بقرات، بقرة اللي هي واحدة موجودة عندي لحد الآن. اشتريت أول دفعة احتياجات منظومة التنقيط واحتياجاتها اللي هي مسمدة وماطور وما أعرف شنو. هذا المشروع يخدمنا لأن مشروع كلش ناجح. أحب أن أشكر منظمة البصيرة العالمية في العراق، وأحب أن أشكر منظمة الـ UNDP جزيل الشكر والامتنان والتقدير لهم، ما قصرهم، وأتمنى أن يباعون للحالات، بعد أكو حالات كلش أسوأ من حالتنا، أتمنى أن يعيدوا لهم هذا المشروع أن يستفادون من عنده ويحسنون وضعهم المعيشي.